أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى، قوى شيعية غاضبة من غياب السقف الزمني لخروج القوات الأمريكية. في العربي الجديد، الكاظمي يتحدث عن أشكال أخرى للإرهاب، الحدود والسلاح المنفلت والتدخل الأجنبي. أقرأ في الزمان، وفاة رامسي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق وهو أشد منتقدي تدخل بلادي في العراق. في القدس العربي، مصر ترفض عرضاً إثيوبياً عدته غطاء لتمرير الملء الثاني لسد النهضة. ونقرأ في الخليج الإماراتي، دعوة أممية إلى حوار ليبي للتجاوز قضايا خلافية حول الانتخابات. نطالع في الشرق الأوسط، إدارة بايدن تشكك في جدية إيران خلال محادثات فيينا. وفي اندبندنت عربية، السلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا تخترق اللقاح بل لقاح فايزر. سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على ملف الميليشيات الموالية لإيران في العراق، موضحة التعقيدات المستمرة التي تحيط بواحدة من القضايا التي لا تزال عالقة. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن تعامل الولايات المتحدة مع الميليشيات في العراق على أنها مجرد وكلاء لإيران سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا. اتجدرت هذه الميليشيات داخل مؤسسات الدولة وأصبحت جزءا من النسيج العراقي. الصحيفة لفتت إلى أن شرعية الميليشيات بدأت من خلال الحرب على داعش، لاحقا سيكون لهذه الشرعية الجماهيرية عواقب بعيدة المدى، حيث ستتدرج الميليشيات في المستويات العليا من السلطة في العراق، وستضع البلاد على مسار من التصعيد مع الولايات المتحدة. وبدعم من إيران في كثير من الحالات، صعدت هذه المجموعات ضرباتها الصاروخية على المواقع العسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة، مهددة بإشعال حرب واسعة النطاق بين واشنطن وطهران. وفي حين أن السردية الرائجة حول الميليشيات الطائفية تميل إلى اختصارها كمجموعات تقاتل بالوكالة عن إيران، فإن الواقع يبدو أكثر تعقيداً. والآن وفق واشنطن بوست، يطرح الوجود المعقد لهذه المجموعات أسئلة أبعد من مجرد نفوذ طهران، كما هي المقاربة الرائجة لها لتشمل مخاوف بشأن ما أصبحت عليه هذه الجماعات وعلاقتها بالدولة ودورها في قمع التغيير، حيث أصبحت قوى اقتصادية ومجموعات عسكرية تنفذ أجندات النظام السياسي. إنها متجذرة بعمق في كل المؤسسات الحاكمة في البلاد، كما كان لها الدور الأساسي في قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت ضد الحكومة في تشرين الأول من عام 2019، عطفا على أنها أصبحت اليوم على واجهة ملفة الانتهاكات الحقوقية في البلاد. أضافت الصحيفة أن أسر العديد من قتل الميليشيات الموالية لطهران في العراق تشعر بالاستياء وأحيانا بالخيانة بعد أن تخلت عنهم الجهات التي قاتل أبناؤهم من أجلها وقدموا حياتهم ثمنا لذلك. عقدت الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة بغداد في وقت يحاول فيه النظام الإيراني استعادة أنفاسه في المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا. إياد العناس ذكر في صحيفة البصائر أن واشنطن تدرك أن الضغط الذي تعانيه في العراق عبر وكلائه وميليشيا إيران إنما هو توجيه ثابت ومستمر للسياسة الإيرانية داخل العراق، لكي تتمكن إيران من الاستفادة من عامل الضغط والردع الذي سيكون أحد الجوانب الرئيسة في إكمال مباحثاتها في فيينا.
لهذا نرى أن الزيارة الأخيرة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني قبل أيام لبغداد سبقت موعد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي لمناقشة تطورات الأوضاع الميدانية وكيفية توجيه الخطاب السياسي العراقي باتجاه الضغط على حكومة بغداد لإخراج القوات الأمريكية ليتحقق للنظام الإيراني الهيمنة والسيطرة والنفوذ التام على الأرض العراقية. يسعى المحتل الأمريكي إلى إتمام الحوار في الجولة الثالثة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واستثمارية لمعرفته بحقيقة الأوضاع القائمة في العراق والأزمات والمشاكل التي يعاني منها أبناء الشعب العراقي، وهي إحدى نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 والتمدد والنفوذ الإيراني الذي كان تحت مرأى القوات الأمريكية. يحاول الأمريكان في هذا الحوار اتباع سياسة واضحة في التعامل مع الشأن العراقي يبتعد كثيراً عن الاهتمام بالجانب العسكري والأمني ليذهب إلى جوانب أخرى تتعلق بالسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والصحة، أي أنه يؤيد أن يرسخ مفهوم لعلاقة كاملة الأطر في جميع مجالات الحياة وعدم السماح لأي طرف إقليمي ودولي أن ينافسها في هذا المجال. ضمن هذه الرؤية الميدانية والأهداف الاستراتيجية كانت الجوانب الرئيسة التي أكد عليها الحوار وخرجت بآراء مشتركة، وهي في الأساس تغيير في العبارات أكثر مما هي الحقيقة في الواقع. أضاف الكاتب: يجب علينا أن ندرك أننا أمام سياسة أمريكية وتوجهات ميدانية وتطورات جديدة في العلاقات مع واشنطن يحفظ لها مصالحها واستراتيجيتها ويعززها لدور قادم في العراق. يتمثل هذا الدور بتوسيع الوجود الأمريكي وبجميع المجالات العلمية والصحية والمالية والاقتصادية حتى، والحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية المؤثرة داخل الوسط السياسي العراقي وبمنظور وأساليب أخرى. بمناسبة بدء سوق الانتخابات المقبلة، تجرأ قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني فقام بزيارة غير معلنة إلى بغداد، أجرى في أثنائها لقاءات مع قادة الميليشيات بشأن توحيد صفوفها قبل إجراء تلك الانتخابات. وهنا إبراهيم الزبيدي ذكر في صحيفة العرب اللندنية أن العملية الانتخابية المقبلة لن تخرج كثيرا عن إطارها القديم ولا عن أخلاقها وأساليبها غير النزيهة وغير الشريفة بحسب تعبير الكاتب، ولن تمت إلى الديمقراطية الحقيقية والوطنية الصادقة بصلة. في المقابل ودون أي غضب على تلك الزيارة الملغومة، تحدث نور المالكي عن الانتخابات المقبلة فقال حسب بيان مكتبه الإعلامي: نشعر بألم كبير لفقدان هيبة الدولة وحالة الوهن والضعف التي أصابت الدولة، ونريد دولة قوية ذات قدرة على بسط الأمن وفرض القانون. وليس المالكي وحده، فكل رفاقه في نظام المحاصصة تحدثوا مثله عن انتخاباتهم القادمة الموعودة، فأكثر من حلف اليمين بالشرف والدين على أنهم يريدونها هذه المرة نزيهة وشفافة وبدون سمسرة. وكان ممكنا تصديقهم، ولكنهم هم أنفسهم الذين جربهم العراقيون في 6 انتخابات مضنية سابقة، فأثبتوا لهم قبلها وبعدها أنهم كذابون مضللون منافقون ولا يؤتمنون. ويجادلنا بعض من العراقيين الخارجين للتو من الوطن السليب إلى بلاد الاغتراب الواسعة بأن وعيا انتخابيا وطنيا جديدا قد ولد ويتكاثر خصوصا لدى الأجيال الجديدة المتمردة على هيمنة الأحزاب الدينية القابضة على مفاصل الدولة العراقية. ولكنهم مع هذا التفاؤل لا ينتظرون أن تتمكن الجماهير الواسعة الوطنية المقهورة من إحداث انقلاب مدني حقيقي في المعادلة السياسية في المدى المنظور، ويقولون إنها لكي تفعل ذلك تحتاج إلى دورات انتخاب قادمة أخرى، وقد نموت ولا نرى هذا الحلم الجميل
قد تحقق. الكاتب أكد أن العملية الانتخابية المقبلة لن تختلف عن سابقتها، فالمقاعد سوف تباع وتشترى كالمعتاد، وستتبادل المواقع والأدوار على وفق مقاييس الشبقي السلطوي نفسه، تلك المقاييس القديمة المتجددة بحسب تعبير الكاتب. بمعنى آخر، أن مجلس النواب المقبل برغم جميع التوقعات المتفائلة سيكون أكثر من ثلاثة أرباعه من نصيب الوجوه القديمة، مع تغييرات طفيفة في المواقع والوجوه ولا تغير أساس اللعبة كثيرا، بل بأقل من القليل إلا إذا صدقت الأمني. ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن واشنطن الآن لديها فرصة لتكوين تحالف لسن عقوبات على روسيا وسوريا من أجل ردع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل. فقد ذكرت هذه المجلة في تقرير لها أن المعركة من أجل مستقبل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل جارية داخل منظمة دولية غامضة، ولكنها مهمة ومقرها في لاهاي. المجلة أضافت أن المواجهة التي تلوح في الأفق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستحدد ما إذا كان العالم سيعود إلى قاعدة عدم استخدام الأسلحة الكيميائية، أو ما إذا كانت الدول تحدو حذو روسيا في تسميم المعارضين وسوريا في قتل مواطنيها بالغاز. وتبعت المجلة بالقول إنه حتى الآن نجحت موسكو والنظام المستند إليها في دمشق في تأخير عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهما عازمان على وقف أي جهد لفرض عواقب سوء سلوكهم. في شباط الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يجب علينا الحفاظ على القانون الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، وإلا فإننا نجازف بتطبيع استخدامها، مضيفا أنه يجب ألا تتمتع روسيا وسوريا بالإفلات من العقاب. وعلقت المجلة على تصريحات بلينكين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة بطيئة، وما لم تقم أمريكا ببناء تحالف ضد إفلات موسكو ودمشق من العقاب، فمن المرجح أن تظل هذه هي القاعدة. ووثقت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدقة استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية، ومع ذلك تواصل دمشق وموسكو إنكار هذه الحقيقة. ورأت المجلة أن لدى واشنطن الآن فرصة لتشكيل تحالف لسن عقوبات ضد روسيا وسوريا من أجل ردع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل. أضافت الصحيفة أنه إذا لم تلتزم موسكو ودمشق بقواعد الأسلحة الكيميائية الدولية التي وقعتا عليها، فإنه يجب على الدول أن تتحرك لتعليق حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد تكون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دون سوريا وروسيا أمرا جيدا. مع دوران عجلة التفاوض الأمريكي الإيراني، يمكن تخيل شكل مائدة التفاوض التي ستكون عامرة بكثير من القضايا العالقة بين الجانبين. وهنا يرى في صحيفة العربي الجديد يرى حسام كنفاني أن عجلة التفاوض لن تقف عند حدود البرنامج النووي الإيراني، بل لعل الأخير قد لا يكون إلا مجرد مقبلات بحسب تعبير الكاتب، قبل الانتقال إلى الوجبات الرئيسة الموجودة على المائدة المتعلقة بشكل أساس بأمن الخليج عموما ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا. الحديث العام اليوم في ملف المفاوضات هو عن البرنامج النووي الإيراني وخلق طهران الاتفاق المبرم مع دول 5+1 والانسحاب الأمريكي في عهد دونالد ترامب منه، غير أن أهمية هذا الملف بالنسبة للغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا هي ارتباطه بملفات كثيرة متصلة بالأمن في منطقة الشرق الأوسط. الخلاف اليوم حول العودة المتزامنة إلى الاتفاق أو عودة الولايات المتحدة أولا ورفع العقوبات، يواكبها التزام إيراني بالاتفاق قد تكون أسهل العقد المطروحة على الطاولة. فالبرنامج النووي الإيراني المراقب من كل الاتجاهات رسميا ومخابراتيا
يبقى مضبوطا سواء بإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو بعمليات التخريب متعددة الأوجه التي تبقي هذا البرنامج النووي بعيدا عن الوصول إلى نهاياته العسكرية التي تخشاها الدول الغربية. غير أن القلق الأساس مرتبط بملف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. هذا الملف لا يكون غائبا عن المائدة التفاوضية الحالية، غير أن التعاطي معه بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة سيكون مختلفا عن سابقتها. على هذا الأساس لابد أن تكون الوجبات الرئيسة على الطاولة مرتبطة بتصحيح أخطاء إدارة أوباما والتي تعد فترة حكم بايدن امتدادا لها. على وفق تعبير الكاتب فإن الأمر لن يكون سهلا، خصوصا أن إيران تمتلك أوراق اللعب كلها بعدما مكنت نفسها وحلفائها في العديد من دول المنطقة، وفي مقابل أن واشنطن والدول الغربية لا تملك إلا ورقة العقوبات الاقتصادية بعد استبعاد الخيارات الأخرى العسكرية مثلا. قد تكون هذه مجرد عناوين أو عنوانات تحمل تشعبات كثيرة ستجعل مائدة التفاوض عامرة بالوجبات صعبة الهضم. ذكرت الكاتبة براغيا أغروال في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية أن النظام الفرنسي يعاني انفصاما وتناقضا كبيرا، وذكرت أن مشروع قانون معروض أمام البرلمان يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب إلا بعد سن 18 عاما، وفي المقابل تتمتع الفتيات في سن 15 عاما بالاستقلالية وحرية إقامة العلاقات الجنسية. وشددت الكاتبة على أن مشروع القانون الجديد يفتقر تماما لمبادئ العدل والمساواة ويحصر حقوق المرأة في مسألة التحرر الجنسي. الكاتبة اعتبرت أن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماما مع ما يدعيه الفرنسيون حول تمكين المرأة، وهي خطوة ترتكز أساسا على الخطاب المعادي للإسلام والذي يتبنى فكرة أن جميع النساء المسلمات مضطهدات ويلبسن الحجاب دون رغبة منهن، وأنهن بحاجة إلى المساعدة لمواجهة السلطة الذكورية. وأكدت الكاتبة أن المقترح الجديد لحظر ارتداء الحجاب يعد حلقة أخرى من هذه السياسات العنصرية التي تستهدف المسلمين بشكل عام والمسلمات بشكل خاص، وتسلبهن حقوقهن بدعوى احترام قيم الجمهورية الفرنسية وغيرها من المبررات. وتعود الكاتبة إلى خلفيات هذا الهوس الفرنسي، حيث نوهت إلى أن حملات فرنسا ضد الحجاب بدأت فعليا في عام 2004 حين أطلقت الجمعية الوطنية الفرنسية سلسلة نقاشات لسن قانون يهدف لحظر الرموز الدينية في المدارس بما في ذلك الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية. وبحسب الكاتبة يعزى جزء كبير من هذه العقلية إلى إرث فرنسا الإمبريالي، حيث احتلت العديد من الدول المسلمة في إفريقيا والشرق الأوسط خلال القرن العشرين وعملت على فصل الدين واللغة العربية عن الشأن العام، ولم تضمحل تلك العقلية الاستعمارية بمرور الزمن، بل شكلت جذور الإسلاموفوبيا التي تميز توجهات الدولة الفرنسية في الفترة الحالية. وأضافت الكاتبة أن الحكومة الفرنسية تعاني عقدة لعب دور المخلص، إذ تدعي دعم نساء الأقليات العرقية ولكنها تملي عليهن ما يجب أن يلبسن. فهل من المنطقي تمكين المرأة بسلب إرادتها الحرة وحقها في الاختيار؟ تحولت مبادرة بسيطة لطفلة مسلمة في كندا تدعى فاطمة البالغة من العمر 9 أعوام، تحولت إلى مساعدة لكبار السن في شراء احتياجاتهم في ظل جائحة كورونا، إلى مشروع خيري انضم له آلاف من المتطوعين. وسردت فاطمة قصة مبادرتها قائلة:
إنها ذهبت مع والديها للتسوق من أحد محال البقالة بمقاطعة أونتاريو في الأيام الأولى لوباء كورونا، وتبين أنها ووالدها انتظرا ساعة في طابور طويل لشراء احتياجاتهما. ولاحظت امرأة مسنة في الطابور وهي تكافح لشراء متطلباتها، وأضافت فاطمة أن ذلك جعلها تفكر في أجدادها، لذا اقترحت على والدها مساعدة المرأة المسنة في نقل مشترياتها إلى سيارتها. وشارك والد فاطمة الفكرة مع عدد قليل من الأصدقاء، وأنشأ مجموعة على فيسبوك للتنسيق، وفي غضون ساعات تطوع مئات الأشخاص لفعل الشيء نفسه في مجتمعاتهم. نقل المشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. قدم بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.